انت انسان ناجح في حياتك، طلعت فلوسك وان اوان انك تكافئ عمرك بسياره سوبر كار، ميزانيتك بين مليون مليون و200، عندك خيارات وايد في السوق، هوركان، ارتورا، بورش ار اس، فراري، لكن انت تبى شيء جديد مو متسر في الشوارع، احتمال يكون عندك جواب. اخر مره مزراتي سوى سوبر كار كان في 2005 مبنيه على الانزو 12 سلندر، طلع 620 حصان ومنها 62 حبه، وبعد غياب طويل مزراتي ردوا سوى سوبر كار الام سي 20. الحين بخبرك كل شيء تحتاج تعرفه عن هاي الجميله. اول ماكينه مطوره بالكامل من مزراتي خلال 20 سنه اللي مضوا، 3 لتر توين تيربو في 6 تطلع 630 حصان، 730 نيوتن متر من العزم، ملقبينها نيوتونو. لا تغرك الكاتا والهدوء في التصميم، مع وزنها 1500 كيلو تقدر تتسارع ل 100 في اقل عن 3 ثواني. للي يحبون التفاصيل، الماكينه فيها تقنيات فورمولا 1 يوم نتكلم عن الاحتراق، بحيث انها تستخدم توين سبارك بلكس، وهذا لاداء افضل بصرفيه اقل. اما بالنسبه للشاصي فوزنه 100 كيلو، مصنع من 57 قطعه كربون فايبر، مطور مع شركه دائره المعروفه بمشاركاتها في عالم سيارات السباق. داخلية السيارة كعادة مزراتي فخمة ومليانة كربون فايبر والكنتارا، شاشات ديجيتال سهلة الاستخدام وسريعة، وفروا لك على خلاف كل المنافسين مراية خلفية ديجيتال. مزراتي اختارت خطة بسيطة ومصممة للسايق، بعيدا عن التكنولوجيا الزايدة وتدخلات الهايبريد، ماكينة قوية وسيارة بخفة الريش مستعدة انها تنضغط لأي لحظة، ولكن مريحة بشكل غريب على الشارع. الباور دليفري مالها سلس بطريقة ما شايفينها من قبل. في نسخة كهربائية جاية، السعر العادية يبدأ من 999 ألف درهم، والكشف مليون و100.